مساء الخير. إيران الدولة النووية المحاربة على محور إقليمي يلف المنطقة، يختفي رئيسها بفعل سوء الأحوال الجوية وعوامل الطقس. طائرة مروحية نفذت هبوطا صعبا فوق منطقة جغرافية جبلية وعرة في محيط قرية عوزي الواقعة على غابات أراسباران شمال شرقي إيران، ومن هناك اختفى أثر الطاقم الرئاسي الذي يضم إلى رئيسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وكبار المسؤولين الإيرانيين. كل المعلومات حتى الآن كانت تتحدث عن مناخ عاصف وطقس أكثر وعورة من الطبيعة الجغرافية للمنطقة الممتدة من أذربيجان إلى تبريز الإيرانية، لكن دولة مطلوبة عالميا بحجم إيران وتتربصها إسرائيل في كل مكان لا يمكن لها أن تتهاون بسلامة رئيسها عبر تنقله في مروحية آيلة للهبوط وغير مجهزة لتضاريس الطبيعة القاسية. لغز سقوط الطائرة كما الغاز ظروفها والأحوال الجوية التي رافقتها، وما إذا كانت الأسباب فنية مناخية أم طرأت عليها عمليات تشويش خارجية. ومعلوم أن الأسطول الجوي الإيراني هو قديم جدا ولم تتمكن الدولة من تحديثه بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المرفوعة ضدها. ولغاية المساء لم تكن إيران قد ذهبت إلى تأكيد أو نفي إصابة أو مقتل ركاب مروحية الرئيس، لكنها رفعت الصلوات ودعت إلى الابتهال للرئيس وطاقمه. وقد دعي مجلس الأمن القومي للاجتماع برئاسة المرشد الأعلى الإمام الخامنئي، وتحدثت تقارير إيرانية عن أنباء مؤلمة سوف يتم إعلانها. والاستعداد في الداخل الإيراني لم يمنع فرق الإنقاذ من الاستمرار في عمليات البحث عن الطاقم المفقود، والتي تتم سيرا على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة المنطقة الجبلية. وبلغت هذه العمليات تسلق الجبال والتي سيشارك بها الحرس الثوري الإيراني والجيش والشرطة بطلب من رئيس الأركان. إسرائيل ترقبت وبدأت ببث الأنباء بحماس. أمريكا تأهبت وأعلن رئيسها جو بايدن قطع إجازته للعودة إلى البيت الأبيض ومتابعة التطورات. والملفت في اهتمام بايدن لمصير الرئيس الإيراني أن حادثة الطائرة تأتي على مسافة ساعات من إعلان إيران أنها أجرت محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان حسب وكالة إيران الرسمية. وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي بأن مسؤولين أمريكيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة بشأن كيفية تجنب التصعيد الإقليمي. فماذا بين مسقط وأذربيجان؟ وأي دور لإسرائيل؟ كلها تساؤلات ستجيب عنها الأيام بعد رفع البصمات عن حادثة لا يزال الطقس هو المتهم الأول بها.